السلام عليكم. بالنسبة للجزء بتاع مقرر مادة الحديث من أول النهاردة إن شاء الله بإذن الله، هنبدأ نتكلم على حاجة جديدة، وبرضه بالنسبة لكم الجزء ما قبل محاضرة النهاردة إن شاء الله الدكتور علي الجزء اللي هيحط الامتحان الخاص بيه، الجزء من أول النهاردة لحد نهاية المقرر إن شاء الله أنا اللي هكون حاطط الامتحان بتاعه. بالنسبة للجزء بتاعي الامتحان هيكون مسائل، مفيش فيه ام سي كيو كتير ولا حاجه. لو جبت ام سي كيو تبقى عباره عن مجموعه من الاسئله البسيطه اللي انا بقولها في المحاضره بس كده. بالنسبه للمسائل ان شاء الله برضو المسائل هتكون مسائل سولفد اكزامبلز انا قلتها برضو في المحاضره، مع اقتباس بعض الافكار الصغيره خالص، بس لو انت فهمت اللي اتقال في المحاضره هتفهم كل حاجه. هأكد برضو على المهندس عمر برضو ان هو يتابع في الموضوع ده بحيث ان احنا نبقى احنا الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، ما يبقاش فيه لخبطه. بس يبقى الجزء ده انا المسؤول عنه ان شاء الله باذن الله من اول محاضره. النهارده هنتكلم على حاجه اسمها فورس اوف كونفكشن. يعني ايه فورس اوف كونفكشن؟ لما يكون عندنا جدار سخن بالشكل ده كده، والجدار ده درجه حراره 50 ويمشي عليه وسط درجه حراره 20، يبقى بالتالي يحصل ايه؟ يحصل انتقال حراره من الوسط السخن ده، من الجسم السخن اللي هو 50 ده، للهواء البارد اللي ماشي عليه. لو انت بتجبر الهواء ده ان هو يتحرك، يعني بتزق الهواء ده بحاجه بمروحه زي اللي موجوده في الشكل ده كده، او بتنفخ كوبايه الشاي ببقك بالشكل ده كده، ده معناها فورس كونفكشن، يعني انت اجبرت الهواء ان هو يتحرك. انت دي بنسميها فورس بس كده. انما لو سيادتك سبته كده يبرد لوحده، او سبت كوبايه الشاي بالشكل ده تبرد لوحدها كده في الهواء، هنسمي الموضوع ده ناتشرال كونفكشن، ان هو بيبرد بالحمل الطبيعي. بيحصل ده خلال ايه؟ كلام ان الجسم ده سخن، فتلاقي الهواء اللي جنب منه يبدا يسخن، فكثافته بتقل فيبدا يطلع لفوق. اول ما يطلع فوق كده يجي يحل مكان هواء مين؟ يحل مكان هواء بارد بالشكل ده علشان يبرد الجسم ده، وهكذا. الحركه دي بقى بتتم ناتشرالي بدون ما بتجبر هواء ان هو يتحرك. ان شاء الله هنبدا ده فرصه الكونفكشن، وهندرس الناتشرال كونفكشن مش كده؟ وفي نوع تاني ان هو ما فيش كونفكشن كارنت خالص، ان ما فيش فلويد هنا موجود نهائي خلاص كده؟ والهواء ده ممكن يكون ساكت، في الحاله دي ممكن نعتبره كوندكشن فقط، او جسمين متلاصقين مع بعض، خلاص؟ ان شاء الله هندرس الكونفكشن ده، ده الشابتر ده اللي احنا هندرسه، الجزء ده اللي هندرسه من بدايه النهارده. وظيفتنا في الجزء ده ايه؟ ان احنا قلنا زمان لما بدينا نفس كميه الحراره اللي طالعه من السطح ده للهواء، كنا بنقولها بتتحسب بالقانون ده اهو، ما دام ده وسط فلويد كنا بنقول اتش تي سيرفيس ناقص تي ما لا نهايه. الفكره دي بنسميها الهيت فلكس. الهيت فلكس حسب بوحدة قطع المتر مربع، قانونها اتش تي سيرفيس ناقص تي ملا نهائي. اتش ده اللي هو معامل انتقال الحراره بالكونفكشن، كونفكشن هيت ترانسفير كوفيشن، التي سيرفيس ده درجه حراره السطح ده، والتي ما لا نهايه او الانفينيتي درجه حراره الفلويد اللي هي موجوده هنا دي بالشكل ده، خلاص؟ وكنا عشان نحسب كميه الحراره ده هي لابد ان انا اكون عارف مين، عارفين الاتش دي، وقلت لك كنت زمان بدي لك كنت الاتش دي. وظيفتنا من هذا الجزء حتى نهايه المقرر ازاي احنا نحسب اتش دي؟ هو ده السؤال بتاعنا، خلاص؟ وظيفتنا ان احنا نحسب الاتش دي ازاي؟ دي كانت واقعه متر مربع وكنا بنسميها هيت فلكس. لو ضربناها في الاريا كانت بنحسبها بحاجه اسمها الهيت ريت او الهيت ريت اوف هيت ترانسفير، وبالتالي بتبقى هواء. وظيفتنا لهذا الشابتر هو حساب الاتش، هاو تو كالكوليت هيت ترانسفير هنشوف ازاي بقى كده. ده بيعتمد على حاجات كتيره. الشكل ده بالسؤال ده لو انت شفت كده، مين احسن في انتقال الحراره؟ ان الهواء يبقى ماشي بسرعه كبيره كده، ولا نسيبه ناتشرال كده، ولا يبقى كوندكشن هواء وكوندكشن؟ اكيد بالفورس كوندكشن هيكون اكبر قيمه لانتقال الحراره، بس كده يبقى احنا هيبقى اكبر قيمه لمعامل انتقال الحراره بالشكل ده حاله الفورس كوندكشن. وهيبقى في انواع كتيره ثانيه من الكوندكشن هندرسها، وهنشوف مين الاكبر فيها وازاي بيتم انتقال الحراره خلال الاوساط اللي هي الايه الفلويد، خلاص؟ هنشوف الموضوع ده ونبدا بيه النهارده. الفورس كونفكشن ده ممكن نقسمه لشابترين، الاكسترنال فلو والانترنال فلو. كلمه اكسترنال فلو ده معناها اكسترنال فلو معناها ان انا عندي جسم بالشكل ده والهواء بيمشي من عليه من بره، ده اسمه اكسترنال فلو. جاي من الاسم اهو، الفلويد بيمشي على الجسم السخن من بره، فبالتالي عاوز اجيب معامل انتقال الحراره من السطح السخن بتاع الجسم ده للهواء اللي بره ده بنسميه اتش كونفكشن، بس اكسترنال اتش اكسترنال، خلاص كده؟
الانترنال فلو ان انت يكون عندك انبوبه بالشكل ده كده اهو كده، والفلويد ماشي جوه الانبوبه دي، الفلويد ماشي في الانبوبه، ما دام الفلويد ماشي في الانبوبه بنسميها اتش ان انسايد. خلاص كده هندرس شابتر الاكسترنال كنترول اكسترنال فلو، شابتر ثاني هندرس ايه الانترنال فلو. خلاص كده. طيب خطوات حل المساله، او ازاي اقدر احسب الهيت ترانسفير كوفيشنت اللي هو الاتش ده، احسبه ازاي؟ الخطوات دي ثابته وسهله جدا، ما فيش فيها اي مشكله. الفكره كلها ان المعاملات، معامل انتقال الحراره ده بيعتمد على امبيريكال كورليشن. يعني ايه امبيريكال كورليشن؟ يعني معادلات محسوبه بالعملي، لازم نطلعوا المعادلات دي، وبعد ما تطلعوا المعادلات دي احنا بنستعمل المعادلات دي. بتتحسب المعادلات دي دايما تكون فانكشن في شويه بارامتر، هذه البارامتر عملوها دايمنشن ليس بارامتر. دايمنشن ليس بارامتر يعني لا تعتمد على الافعال، لا بتاخد الحسابات. يعني تحس ان انت لو قلت المساله بتاعتي كان الدومين صغير، طب الدومين كبر، هتطبق برضه نفس المعادله بالظبط، مفيش اي مشكله فيه. خلاص. طب احنا هنعملها ازاي يا دكتور كده؟ بنبدا خطوات المساله بالشكل اللي موجود قدامنا حالا كده من واحد لحد اربعه. خلاص. أربعة ده ممكن في بعض الأوقات ما نحتاجوش، يعني ممكن نحتاجوه، بس خليه معانا ونشوف. لسه كلها أنا كده بتحسب حاجة، فاكتور اسمه رينول نمبر، فاكتور اسمه رينول، مش فاكتور اسمه رينول نمبر، ده معامل رقم رينول. رقم رينول ده بيعبر عن حاجة اسمها الفيسكس فوق المومنتم فورس على الفيسكس فوق، المومنتم فورس على الفيسكس فوق. ايا كان هو عباره عن ايه، هو عباره عن حاصل قسم الرو الكثافه بتاعت الفلويد اللي ماشي بره ده، واليو اللي هي السرعه، والدي ده هيدروليك ديامتر، هنشوفه ايه هو معناه اصلا وايه المعنى بتاعه، والميو اللي هي اللزوجه، يعني دي اللزوجه بتاعت المائع والكثافه والسرعه بتاعت المائع اللي ماشي على السطح، والدي ده اللي هو الديامتر بتاع التيوب اللي ماشي عليها من بره. انا بحسب دلوقتي اكسترنال فلو مثلا، يبقى هو الديامتر اللي ماشي عليه الفلويد من بره، وبحسب بارامتر اخر اسمه جراند نمبر، هو ميو في السي بي على الكي. ميو برضه اللي هي اللزوجه بتاعت المائع، الفيسكس فورس اهو على الهيت ترانسفير باي الكوندكشن، ده الكوندكشن اهو، الكي اللي هي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت الماتيريال، والميو دي اللي هي اللزوجه بتاعت المائع، والسي بي اللي هي السبيسيفيك هيت كاباسيتي بتاعت المائع. يعني كل دولت مجموعه من البارامتر، يعني ده بارامتر ممكن اشوفه والاقيه موجود في جدول. وانس ان سيادتك حسبت رينولد نمبر وحسبت جرانت نمبر، هتدخل تحسب حاجه ثانيه اسمها نصلت نمبر. نصلت نمبر ده هو رقم بيعبر عن مقدار انتقال الحراره بالكونفكشن الى انتقال الحراره بالكونفكشن. يعني شوف الكونفكشن اللي هو الاتش والدي على الكي. الكي ده الثيرمال كونفكتيفيتي، يعني زي ما انا قلت لك زمان ان الفلويد انتقال الحراره من جسم سخن لجسم ثاني بيكون ايه؟ بيحصل بالثلاثه مود. في الحاله دي حاله الكونفكشن الفلويد اللي ماشي على السطح بره ده، في جزء بيحصل كونفكشن وجزء كونفكشن، مقدار الكونفكشن على الكونفكشن ده بيعبر بيه عن رقم اسمه نصلت نمبر. هذا النصلت ده رقم هيبقى داله معطاه، الداله دي بتبقى موجوده معايا لكل شكل من الاشكال، هنشوفها دلوقتي. وبالتالي الداله دي لو انت طبقت فيها وعوضت فيها برينولد، برينولد موجود وبرانكل موجود، تقدر تجيب نصلت. لو انت قدرت تجيب ناصل تقدر تجيب منها مين؟ معامل انتقال الحراره بالكونفكشن، وتبقى انت كده حليت المساله، وتبقى القصه بتاعتنا. تعال نشوف القصه دي بتتعمل ازاي بالظبط. اول حاجه بالنسبه لنا عندنا مجموعه من الاشكال اللي الفلويد ممكن نمشي عليها من بره. كده؟ وعلى سبيل هذا المثال بنسميه فلات بلوت. اول حاجه الفلات بلوت، ده بلوت اهو. هذا البلوت سخن، ليه درجه حراره تي سيرفس اهو. وفي فلويد ماشي بدرجه بسرعه يوم لا نهايه، ودرجة حرارة في ما لا نهاية. والتي دي مختلفة عن التي دي، يعني التي دي سواء أكبر أو أقل، وبالتالي يحصل انتقال حرارة من الجسم السخن للجسم البارد، وليكن من التي سيرفس ده للفلويد اللي ماشي هنا ده. أنا عاوز أجيب كمية الحرارة اللي اتنقلت دي. كانت المسألة سهلة زمان جدا لو أنا كنت جايب لك الإتش، كنت بتقول الكيو بتساوي الإتش في الأريا في الدلتا تي. طب أنا ما عنديش الإتش دلوقتي، يبقى أنا محتاج إن أنا أحسب مين يا شباب؟ محتاج إن أنا أحسب الإتش، معامل انتقال الحرارة بالحمل. الفكره كلها انا جايب الرسمه دي علشان اوضح لك حاجه معينه، ان الفلويد اول ما بيمشي على فلات بلوك كده بيمر بمنطقتين، بيمر بالمنطقه الاولانيه خالص اسمها لامينار فلو، السريان بيكون رقائق. كلمه السريان الرقائق يعني معناها تحس ان الفلو عامل زي ما يكون طبقات بالظبط.
تخيل كده معايا، لو انت لو واحد بيشرب سيجاره ولا حاجه والدخان اللي طالع من السيجاره دي بيبقى طالع ازاي؟ اول ما هو طالع من السيجاره اللي هي اللي ولعه دي، مش طالع من بقه، طالع من السيجاره، بتلاقي ان الهواء ده تحس ان هو عمود كل من الدخانه بس كده، وبعدها بشويه بيقعد ينفش، الدخان ده بينفش ويحصل له تربلنس. هي دي نفس الحكايه بالظبط، الفلود بيمشي على اي بيت، بيمر بمنطقه اسمها لامينار فلو، فهيان رقائقي، يعني عباره عن الطبق، الفلو ده عباره عن طبقات، وبعد كده بنسميه سريان اضطرابي تربلنت، يعني حصل فيه دوامات بالشكل ده، تلاقيه فلو بيبدا يتحرك. انتقال الحراره في منطقه اللامينار دي يختلف تماما عن انتقال الحراره في منطقه التربلنت، وبالتالي لما اقول ان هنا هو في اتش معامل انتقال الحراره بالحمل يختلف تماما عن معامل انتقال الحراره بالفلو اللي هنا ده. طب احدد المنطقه اللي حصل فيها اللامينار ازاي؟ اللي بيحددها بالنسبه لنا حاجه اسمها رينولد نمبر، اهو رينولد نمبر خلاص. لو رينولد نمبر بتاعك اقل من 5 في 10 اس 5 بتحسبه، ولقيته 5 اقل من 5 في 10 اس 5 يبقى انت لسه موجود في المنطقه دي، ولو زاد يا دكتور لو زاد اكتر من كده يبقى خلاص يبقى انت دخلت في المنطقه الثانيه اللي هي التربلنت. عاوز اكد على معلومه ان انت عمرك ما هتدخل في التربلنت قبل ما تمر باللمن، لان البدايه لابد ان هي تكون لمن، خلاص كده؟ طيب عاوزين نفهم الكلام اكتر يا دكتور. طب الفاكت ده انت ايه اللي موجود ده؟ اللي موجود في السلايد دي انا عاوز احسب منها حاجه اسمها دراج فورس. البليد ده لما يكون موجود وفلويد ماشي عليه كده بيبقى عاوز يجره معاه، عاوز يسحبه معاه في الاتجاه ده، يعني فلويد ماشي كده عاوز يسحب البليد ده ويشده كده، وعلشان يتغلب على هذه القوه لابد انك انت تشد كده. يعني مثلا شوف العربيه دي كده لو موجوده في ويند تانل بالشكل ده، ده ويند تانل يعني فلويد بيتحرك عليها بسرعه كبيره قوي، هي كأن لو العربيه دي اللي بتتحرك بسرعه كبيره دي، لو انا سبت الهواء ده بسرعه كبيره على العربيه هيزقها كده وعاوز يجرها كده، صح ولا لا؟ لو انا جبت البقره دي وشدتها بقوه، هذه القوه دي اسمها الدراج فورس، القوه اللازمه للتغلب على ان الهواء ده يزقها، دي بنسميها الدراج فورس. عاوز احسبها، احسبها ازاي يا دكتور؟ حسب بطريقه حلوه جدا، هي فاكتور اسمه الدراج كوفيشنت مضروبة في الكلام ده كله، الايه المساحة الملامسة مفيش منها مشكلة، والسرعة الكبيرة السرعة اللي داخلة هنا دي والرو اللي هي الدنسيتي. بس أنا عندي مشكلة في الدراج كوفيشنت، وبالتالي الدراج كوفيشنت ده قال لك شوف هو فانكشن في حاجتين، الدراج كوفيشنت في المنطقة ده في منطقة اللامينر يختلف عن الدراج كوفيشنت في منطقة الكبدة. لو أنا لسه في منطقة اللامينر بس يبقى هي دي كده، حسب على كده على حسب قيمة الدنيا الجرام، ولو في منطقة التربلنت يبقى بالشكل ده، خلاص؟ ايا كان الموضوع ده انا بقوله ملوش اهميه، مش مهم قوي بالنسبه لي، انا يهمني لسه بقى في الحته اللي جايه، انا عاوز احسب انتقال الحراره، وده الجزء اللي انا بدرسه في المنهج ده، هيت ترانسفير. احسبه ازاي؟ قال لك المسلت نمبر ده بيكون داله في فرينل وبرد، واكس على ال، اكس اللي هي المسافه اللي اتحركها من المسافه من اول البليت، وال ده اللي هو طول البليت. يعني ايا كان انا هديك داله مسلت بتساوي رقم كده، داله افريج ناسل، داله فرينول وبراند. يعني ايه داله؟ انا هقول لك هتشوفه في المثال. يبقى انت لو عرفت تجيب رينول وبراند تقدر تجيب منهم ناسل، تدوس داله في مين؟ الاتش بتاعتك هتقدر تجيب منها الاتش. بس علشان اجيب الحاجات ده انت لسه قايل لي رينول وبراند دولت ارقام وفيها ميو اهي، ميو الميو دي هي ميو الفيسكوستي على الكثافه. خلاص كده؟ والرو ده هي الميو اللزوجه والسبيسيفيك هيت والكي ثيرمال كوندكتيفيتي بتاع الفلويد. فكل ده خواص ماده، خواص الهواء اللي ماشي هنا ده اجيبها ازاي؟ اول حاجه بتجيب درجه حراره الفلويد المين اللي هي درجه حراره السيرفس زائد درجه حراره الفلويد على 2. بعد ما تجيب درجه الحراره المتوسطه دي تدخل جداول، الجدول ده بالشكل ده كده اهو، اهو لو انت شايف الجدول مثلا انا اللي ماشي معايا بالنسبه لي الهواء، هذا الهواء اهو، هتجيب درجة الحرارة الأفريج دي، جبت درجة الحرارة الأفريج 43، هتلاقي هنا هو موجود الدنسيتي بتاعتها قد إيه؟ وهتلاقي السبيسيفيك هيت كاباستي أهو، والثيرمال كوندكتيفيتي، والثيرمال ديفيوزيفيتي، وهتلاقي الديناميك، وهتلاقي برانت النمبر كمان موجود معاك بالشكل ده أهو. خلاص كده؟ أنا في الامتحان مش هديك الجدول ده ولا حاجة، أنا هديك مباشرة إن شاء الله هديك الخواص بتاع المادة، بس أنا بقول لك دلوقتي هي بتيجي يبقى التي سيرفس موجوده والتي انفينيتي موجوده بالنسبه لي، اقدر اجيب التي فلويد. وانس ان انا جبتها كده هقدر اعوض في معادله ان ماسك بيساوي ثابت في بين الاس ان في برانت الاس ان، اس ان وان والسي دولت مجموعه ثوابت هتبقى معروفه.
يعني مثلا لو انا شغال لامينار فلو، لو انا شغال لامينار فلو، هتلاقي ان المسلك نمبر بيساوي الرقم ده في ده في ده. الرينو اللي انت هتحسبه والبراند اللي انت هتحسبه، ودول فاكتور ثوابت موجوده تضربها في بعض تجيب مسلك. خلاص كده؟ بس هذه المعادله في اللامينار فلو، ولما يكون براند المال اكبر من الرينج ده. افرض يا دكتور ان برانت النمبر ما كانش اكبر من الرينج ده، كان رقم قليل، يبقى هناك معادله اخرى هتلاقيها موجوده في المراجع والكتب، هتدور عليها وتجيبها خاصه بيك، لان ده اسمه ابليكابل رينج، يعني ده هذه المعادله تطبق في هذه الحدود. لو كانت بره الحدود دي يفضل انك مش يفضل، ده لازم انك انت تدور على معادله تحكم في مراجع كبيره جدا تصل عدد الصفحات بتاعتها ال 1500 صفحه، وتتكلم فقط على المعادلات في كل حاجه. بس يعني مغطيه الرينج اللي انت عاوزه. تعال نشوف مساله بس علشان نفهم الدنيا، عشان هي دي اللي هتوضح لك الامور شويه. مساله بيقول لك ايه؟ فلو اوف هوت اويل اوفر فلات بلو. عندنا هوت اويل زيت سخن ماشي بالسرعه الفلانيه، ده اهي بالسرعه دي بدرجه حرارته كانت 60، وماشي على بلوك، البلوك ده هو كان درجه حرارته كام يا دكتور؟ كان درجه حرارته 20 درجه فلات. يبقى هيحصل انتقال حراره منين؟ من الاويل السخن ده للبليد. انا عاوز احسب كميه الحراره دي، او استيميت ذا هيت ترانسفير بير يونت ويتس، يعني على اعتبار ان العمق ده 1 متر اهو، سخن العمق ده 1 متر، 1 متر كده، والطول ده 5 متر. احسب لي يا دكتور، السؤال بيقول كده، احسب لي كميه الحراره قد ايه؟ مساله سهله جدا، انا عارف ان القانون اتش في الاريا في تي ناقص تي، بس انا ما عنديش الاتش عشان اقدر احسب القانون، احسب المساله. يبقى المسألة دي مسألة عاوزك تجيب الاتش الأول. خلاص كده؟ تجيب الاتش ازاي؟ مش ده فلات بليت؟ اه. أول خطوة بنعملها، عندك درجة حرارة السطح ده ودرجة حرارة الفلويد ده، اجمعهم الاثنين واقسمهم على اثنين. حاضر يا دكتور. جمعتهم الاثنين وقسمتهم على اثنين بقى درجة حرارة 40. والفلويد اللي ماشي هنا ده ايه يا دكتور؟ اسمه أويل. اسمه أويل. روح تدخل الجداول اللي أنا جبتها دي، بس الجدول ده للايه؟ هتلاقي فيه بعد منه جداول ثانيه للاويل، او هتلاقيها موجوده. ايا كان انا قلت لك انا هجيب لك الخواص دي، يبقى هتجيب منه الكثافه والكي وبرانت نمبر واللزوجه الكيماتيك ديسكريبشن، وبالتالي كل دي بروبرتيز انا جبتها لك خواص من خواص الماده وانا هديها لك. خلاص كده؟ يبقى الخطوه دي ما فيش منها مشكله ولا حاجه. بعد ما جبت كل الخواص دي هتعمل ايه بقى؟ هتجيب رينولد نمبر، رينولد نمبر على البليت اهو. شوف رينج النمبر بيساوي ايه كده؟ في في ال على ميو، او بيساوي رو في البي الطول بتاع البليت على الميو بتاعت الايه؟ على الميو بتاعت الميو بتاعت الفلو، رو يو ال على ميو. الرو انت موجود الرو اهي، واليو اللي هي السرعه بتاع الماء 2 متر، وال طول البليت 5 متر، والميو انا جايب لك الميو اصلا. بس انا خلي بالك انا غيرتها بالنيو، لان في ترم كده عندنا في الفلويد ميكانكس خدناه، النيو هي ميو، ميو على مين يا شباب؟ ميو على رو. خلاص كده؟ وبرده ممكن انا تلاقيني قلت لك انا النيو ما فيش مشكله، بس هي النيو هي معروفه ميو على رو. طب انا بعد ما جبت كده يا دكتور اعمل ايه بقى؟ هتقوم انت قاسم دي على دي، جايب منها النيو وحطيتها انا اهو. المهم جبت الرينو النمبر، الرينو النمبر ده شايف الرقم ده؟ انا قلت لك رقم كده ان هو لو زاد الرينو النمبر عنه هيبقى تربلت، بس انا جيت ابص لقيت بس كده معايا، هتلاقي ان مثلا في نمبر الرقم ده شكله عامل ازاي يا دكتور؟ اهو اهو هتلاقيه اقل من الرقم ده، اقل من 5 في 10 اس 5، فبالتالي ده ماله الرقم ده ما دام هو اقل من 10 في. اهو ما دام هو اقل من الرقم ده، اقل من 5 في 10 اس 5، يبقى بالتالي احنا شغالين في اللامينار فلو اهو، هذا اللامينار فلو. طب معادله في اللامينار فلو هتلاقي هذه المعادله موجوده، المعادله بتاعت مصر ما يهمنيش الفريكشن كوفيشنت، لان انا مش هطلبه منك ولا حاجه، انا بركز على الهيت ترانسفير في الكورس بتاعنا، وبالتالي هنقول ان مصر نمبر بيساوي الرقم ده، بيساوي المعادله دي. طب المعادله دي جبتها منين انت يا دكتور؟ انا هقول لك في الامتحان ان اللامينر فلو على فلات بليت بيساوي الماسك نمبر بيساوي 0.664 رينولد اس نص جرام اس، لان هذه معادلات امبيريكال انت ما بتحفظهاش الا في ارض الواقع، ولا انا بحفظها انا كمان. خلاص كده؟
يبقى انت هتجبت رينر وجبت برانتل عوضت فيهم، جبت النصل عوضت تاني. لما انت جبت نصل انت عندك النصل فوق كي موجوده والال موجوده، تقوم انت جايب منها مين؟ جايب منها الاتش، وبالتالي جبت كميه الاتش اللي هي الرقم ده. دي معامل انتقال الحراره بالكونفكشن. لما انا خلاص بقى يبقى القانون بتساوي الاتش في الاريا في الدلتا في، وتعوض فيها وتجيب كميه الحراره. يبقى دي مساله سهله جدا مش صعبه ولا اي. خلاص تعالى نشوف اكزامبل تاني. لو انا عندي الفلويد بقى تمشي على سلندر على اسطوانه، اسطوانه يعني اسطوانه يعني انبوبه كده وماشي فيها مائع كبير كده، انبوبه بالشكل ده والفلويد ماشي عليها من بره. باكد برضو ان احنا النهارده بنحل حاجه اسمها اكسترنال فلويد، يعني الفلويد ماشي على سطح من بره. طب احسبها ازاي؟ انا عاوز اجيب الاتش، عاوز اجيب معامل انتقال الحراره بالكونفكشن من السطح ده للفلويد. اجيبها ازاي؟ احنا قلنا خلاص بقى احنا هنقعد نحكيها كل مره، قلنا ان هيبقى في حاجه معادله عندنا اسمها نصل تساوي ثابت في رينولدز اس رقم في برانت الاس رقم، وهذه المعادله هتجيب منها نصل، ونصل هتجيب منها مين؟ الاتش. هو ده القانون، هي ذاتها خلاص في كل المنهج هتبقى كده. اجيبها ازاي يا دكتور بقى؟ خلاص ركز كده معايا. اول حاجه انت لازم تجيب رينولد نمبر. هتجيب رينولد نمبر، رينولد هيبقى عامل ازاي؟ رينولد القانون بتاع رينولد في حاله التيوب انا لسه قايله، هو قانون رينولد ده او في البي. انا عندي هنا تيوب يبقى اسمها في البي على الميو اهو، رو في دي على الميو. البليت كانت دي اللي هو الهيدروليك ديامتر، الديامتر الكاركترستيك لينس بتاعنا كان ال طول البليت، انما احنا هنا في المره دي بقى عندنا الكاركترستيك لينس اسمه الديامتر يعني الطول المميز. ليه؟ مين اللي قال الكلام ده يا دكتور؟ بص شايف الكلمه اللي تحت دي، وقال لك رينولد دي يعني رينولد محسوب على الدي، يعني مكان الدي ده اهو مكان ده اسمه كاركترستيك لينس، يعني الكاركترستيك لينس بتاعنا هو الديامتر. خلاص كده الفلات بليت، شايف الفلات بليت اهو، الفلات بليت هتلاقي رينولد ازاي موجود؟ رينولد ايه؟ رينولد ال اهو. رينولد ال دي معناها ايه يا دكتور؟ معناها ان هي محسوب على ال على طول البليت. خلاص وبالتالي احنا هنبدا ايه، نقول حسبنا رينولد دي. بعد ما شايفك حسبت رينولد ده طلع اي رقم، هذا الرقم واقع فين؟ واقع في الرينج من هنا لهنا. اه يا دكتور، يبقى السي الثابت بتاعنا اللي هو ده اهو، هو ده، والام ده هي دي اهو، حطنا حطيتها هنا، يبقى انت جبت المعدل. طب افرض ان هو واقع في الرينج ده، يبقى خلاص هتغير الثابت ده وتغير الام بالشكل ده، وبالتالي تقدر انت جبت منها مين؟ المعادله بتاعت نصل. جبت معادله نصل خلاص هنقدر نجيب الاتش ازاي؟ هنقولها بقى خلاص احنا اتفقنا نفس الاس والايه اللي احنا حكيناه. في بعض المعادلات الاخرى، بعض المعادلات الاخرى في ناس بتدي لك معادله دي، تقول لك المعادله دي بتاعت السلندر لو اوفر سلندر، مفيش مشكله ممكن تستعمل المعادله دي برضه، بس هذه المعادله فاليد لحد رينج من قد ايه؟ لما يكون رينج الفانت الاكبر من 2.10. طب بره الرينج ده يا دكتور، يبقى هناك معادله اخرى تحكم هذه المنظومه، تحكم العمليه بتاعت انتقال الحراره في الحاله دي. خلاص يبقى تركز جدا على الابليكابل رينج بتاعك. لو انا ما ادتلكش ابليكابل رينج في الامتحان، او معادله ما ادتلكش ابليكابل رينج وما عرفتهاش، لان كده في الامتحان اقصد يعني بالذات، يبقى انت المعادله دي فاليد بالموضوع ده، يبقى انا اللي مختارها ومظبطها لك ان هي فاليد بالموضوع بتاعك عشان ما ادخلكش في المتاهه بتاعت الايه؟ الابليكابل رينج دي. طب هل المعادله دي صح؟ هي المعادله دي صح؟ المعادله اللي موجوده دي هي اللي صح ولا الجدول ده اللي صح؟ كلاهما صح. لان زي ما قلت لك دي معادلات امبيريكال. كلمة empirical يعني معناها معادلات طالعة من العمل، يعني واحد عمل تجربة وطلع معادلة، واحد تاني عمل تجربة تانية عند رينج مختلف وطلع لك معادلة، بحيث إن أنت لما تحتاج الرينج اللي أنت محتاجه تدور على المعادلات دي وتجيبها. طيب جميل، افرض يا دكتور الأسطوانة اللي ماشي فيها الفلويد يعني ده الصفحة أهو، والفلويد ماشي عليها من بره أهو، الفلويد ماشي عليها من بره، من كل ده كل اللي أنا شغال عليه في الشطر ده external flow. شكلها أسطوانة بالشكل ده، خلاص ما إحنا قلناها. واللي ماشي عليها من بره هو جاز او ليكويد، يبقى بتحسب الرينج بتاع رينولد، وعلى حسب الرينج بتجيب تختار منها المعادله اللي احنا قلنا عليها. خلاص المعادله دي مثلا على سبيل المثال. طب افرض ان الفلويد كان ماشي على سكوير، على سكوير من بره، يبقى هي المعادله بتاعتها تبقى كده. الكلام ده صعب؟
ولما تيجي تحسب الرينول بتاعه، تحسب الرينول بتاعه بتحسبه على الهيدروليك ديامتر اللي هو ده، هو ده اسمه الكاركترستيك. طب افرض السكواد ده كان مايل بزاويه كده يا دكتور، الفلويد ماشي كده، يبقى نفس الكلام، تحسب الرينول نمبر هو ده اسمه الهيدروليك ديامتر. يعني لما تيجي تقول رو في دي على نيو، تاخد الدي هي البعد ده، هو البعد ما بين الاثنين نقطتين دول بس كده، لان هو معلم لك كده. وبالتالي تقدر تستعمل المعادله دي بسهوله عشان تجيب معادله النصر. جبت معادله النصر هتقدر تجيب منها معادله الكومبلكس. يعني هيكسجون نفس القصه بالظبط، يبقى لكل شكل من الاشكال موجود. في حاجات كتير جدا بس انا ايه ما كثرتش، لان هي خلاص بقت موجوده في المراجع، خلاص مفيش منها مشكله. تعال نشوف ايه لو اوفر سفير، لو دي كوره، يعني ايه يعني عندك كوره بالشكل ده كده وسخنه، وفي فلويد يتحرك على الكوره دي من بره هنا كده، وانا عاوز اجيب الاتش من الكوره للفلويد اللي ماشي ده او العكس، اجيبها ازاي؟ نحور ليه بقى؟ ما قلنا اتفقنا الموضوع بسيط جدا. انا هجيب الاتش، هجيب ناقص معادله المصل، اجيب منها مين؟ اجيب منها الاتش بس، هذه هي معادله المصل دي ولا دي يا دكتور؟ ده واحد عملها ودي واحد تاني عملها. لو عودت في المعادلتين والاثنين لنفس الرينج هتلاقيهم يطلعوا لك اورنات ارقام قريبه جدا من بعض، يبقى كلا المعادلتين ثلاثة. فأنا كده وبالتالي يبقى الموضوع سهل جدا. يبقى الفكره كلها انك تفهم بس الطريقه، تحسب رينج، تحسب ترنج، تعوض في معادله، تجيب نصل، تجيب من النصل تجيب منها اكس، تحسب منها كيو بس. هو ده الشابتر بتاع النهارده، بتاع بكره وبتاع بعده. خلاص كده، شابتر النهارده، شابتر الاسبوع الجاي، شابتر الاسبوع اللي بعده، بيبقى نفس المبدا ده بالظبط. الاختلاف هو انك تبقى فاهم بس يعني ايه كلمه اكسترنال، يعني ايه انترنال، يعني ايه سفير، يعني ايه تعوض قوانين صح. خلاص، وكل القوانين هتبقى جيفن في الامتحان، لان انت نط لقلات ولا بحفظها. وخلي بالك دايما من السبسكريبت اللي موجود ده، انا كاتب لك رينولد دي يعني معناها تحسب الرينولد والرو دي دي على نيو، دي اللي هو قطر المقاييس فيها، ما نعرف لها ملهاش الا قطر واحد بس اللي هو الديمتر بتاعها. تعالى نشوف مساله كده بالشكل ده اهو، عنده ببساطه عشان لما تبقى تقرا المساله دي. الفلويد ماشي على انبوبه، دي انبوبه اهو، الانبوبه دي سخنه ودرجه حراره سطحها 110 درجه سلسيوس. الويند السرعه اللي ماشي عليها دي ماشيه بسرعه قد كذا وفي ما لا نهايه كذا. انا عاوز اجيب كميه الحراره اللي طلعت من الانبوبه دي للهواء. عشان اجيب كميه الحراره دي يا دكتور، خلاص لازم اجيب منها مين؟ اوتوماتيك، هي الكيوب فوق الاتش في الاريا في الدلتا تي، القانون اهو اتش في اريا في الدلتا تي، بس انا ما عنديش الاتش، ما اعرفش الاتش، انا لازم احسب الاتش. الفلويد ده ماشي بره السطح ولا جواه؟ ماشي بره السطح يا دكتور، يبقى ده اسمه اكسترنال فلويد. طب هو جاب هو قال لي اكسترنال فلويد، انا عرفت ان هو دلوقتي ان هو اكسترنال فلويد، اعمل ايه بقى؟ قلت لك 100 مره تحسب الكي سيرفيس والكي انتروبي، تجمعهم الاثنين على بعض وتجيب افريج تمبريتش، وتدخل جداول تجيب منها مين اللي ماشي ده ويند. ويند يعني ايه؟ يعني اللي ماشي ان هو هو كده هو ايه، يبقى هتجيب من اول حاجه تحسب الافريج تمبريتشر اهو مش كده، وتدخل جداول تجيب توصل مائع اللي ماشي، توصل الهواء اللي ماشي ده اهو. يعني شوف درجه الحراره 60، هتشوف اهو درجه الحراره 60 اهو، درجه الحراره 60 اهي، وده هوا اهو، اللي هوا اهو، هتلاقي ده هي الدنسيتي رقم اهو، وهتلاقي دي السبيسيفيك هيت السي بي، وهتلاقي دي الكوندكتيفيتي اهي، هتلاقي الرقم هو دي هي الثيرمال ديفيزيتي مش محتاجينها اصلا، ودي الكايناماتيك فيسكوستي اللي هي ميو على رو، اللي هي حسب قسم دي ميو على رو، ده دي ميو بس، ودي الكايناماتيك فيسكوستي اللي هي ميو على رو، ميو دي على رو دي، جاب لك الرقم ده، وده براند النمبر اهو. انا قلت لك هديهم لك في الامتحان اصلا، خلاص يبقى دول هتعتبرهم جيفن، ما مشكله. هتقوم انت حاسب رينولد نمبر، رينولد نمبر بيساوي رو في دي على ميو، عوضت فيه. طب ثانيه يا دكتور، انا مش شايفه، ما احنا اتفقنا بقى الميو دي هي مين يا شباب؟ هي ميو على رو، ميو على رو، ميو ده هي ميو على رو، ميو ده هي ميو على رو. يعني تكون انت هي هتلاقي نفسك يعني لو حطيت ده هي ميو على رو، هتلاقي الرو تطلع فوق، يبقى رو دي على ميو. المهم حسبت الرينولد بتاعك، وبالتالي تقدر تجيب منها مين؟ كيلومترين. هتعوض في المعادله، فين المعادله؟ المعادله دي جت منين دي؟ انا ادالك في الامتحان اللي هي المعادله اللي انا قلت لك عليها، هي المعادله دي، هي المعادله دي. انا اديتك الجدول ده كله، انا اديتك المعادله دي عشان بس تعوض في معادله وحيده بس، خلاص تجيب منها نقص الكيلومترين، هي المعادله دي، المعادله دي.
خلاص كده خلاص، انا جبت المعادله وجبت منها ناصف كده، ما ناصف ده انت جبته، ما ناصف ده بيساوي ايه؟ اتش في دي على الكي، وبالتالي تقدر تجيب من الاتش، جبت الاتش، جبت كميه الحراره اتش في الاريا في الدلتا كي، وتحل المساله خلاص. يبقى كانت قضيتنا تحل المساله هو الاتش دي بتساوي كام؟ فاحنا بنجيبها بالطريقه اللي انا قلت عليها دلوقتي. طب لو سفير يا دكتور، لو هي سفير انا نقعد نحسبها تاني ليه؟ سفير نفس القصه بالظبط، بول عند 300 وده كذا، يبقى مع الافرج اللي هي دي على 2 التمبريتشر، اجيب الافرج التمبريتشر وادخل للتيبل عشان ده اير موجود اهو، هجيب منه كل الخواص دي. قلت لك الخواص دي خلاص انا ان شاء الله باذن الله. وبعد كده تجيب رينولد نمبر، جبت رينولد نمبر دي معادله ايه يا دكتور؟ دي كوره، ما تروحش تعوض لي بقى في معادله مين؟ دي معادله سفير، يبقى انت تعوض لي في المعادله دي وفي المعادله دي. هل هناك معادله ثالثه؟ هناك 20,000 معادله ثالثه، هناك معادلات كتير جدا. يبقى اي معادله هديها لك واقول لك عليها دي بتاع سفير يبقى تتعوض فيها، لان هناك معادلات اخرى. ليه؟ لان كل معادله المعادله دي فاليد للرينج ده. ممكن يكون الرينج بتاع المساله بتاعتك مش في الرينج ده، يبقى لا يجوز انك تستخدم هذه المعادله. وبالتالي انا قلت لك انا هدي لك المعادله المضبوطه اللي تقدر تعوض. هي المعادله بتاعتنا كانت مضبوطه اهو، عوضنا في الرينج ده، وبالتالي جبنا منها مين؟ الاتش بتاعتنا، وجبنا كميه الحراره الاتش في الاريا في الدلتا. الاريا بتاعت الكوره في الحاله دي هي عباره عن ايه؟ باي على 4 دي تقريبا. 4 بقى المفروض 4 باي اكتر بيها. 4 باي اكتر بيها هي هي. دي 4 باي اكتر بيها. 4 باي اكتر بيها. خلاص كده؟ لان 2 ار هي الديامتر فالفئه هي نفس الحكايه. خلاص؟ طيب تعال نشوف بقى نفس القصه بالظبط، احنا هنشتغل بنفس السيكونس ده بس على مساله مور ادفانسد شويه وابلكيشن مهم جدا. هو عباره عن الفلو كروس بانكس اوف تيوب. ايه القصه دي؟ ده هيت اكسشينجر، ده فلو بيمشي من هنا كده، يبدا يمشي كده، يمشي يلاقي مجموعه من الانابيب السخنه شكلها ماشي فيها بخار ولا حاجه، ويبدا الميه دي اللي نازله دي تبدا تسخن وتخرج من الناحيه الثانيه او العكس، او يدخل من هنا افضل مش كده، اللي يدخل من هنا ويمشي لحد ما يطلع من هنا كده عشان يضمن بس انه، ومجموعه الانابيب دي هي اللي سخنه علشان تسخن الفلويد اللي جنبها، ده اسمه هيت اكسشينج، مبادل حراري موجود في كل المصانع في ابلكيشن كتير جدا. شكله عامل كده بالظبط، مجموعه انابيب والفلويد بيمشي عليها من بره. انا وظيفتي النهارده ازاي اجيب معامل انتقال الحراره من الانابيب دي للفلويد اللي ماشي عليها من بره، من بره علشان انا لسه شغال اكسترنال فلو. المحاضرات القادمه هجيب معامل انتقال الحراره اللي جوه، هيبقى ده حاجه ثانيه بقى، يبقى اسمه انترنال فلو. طب اجيبها ازاي يا دكتور بقى؟ اولا حكايه ترتيب المواسير دي في الهيت اكسشينجر ده ممكن تترتب بحاجتين، يا اما الاين او ان لاين. كلمه الاين دي يعني معناها مترتبه ورا بعض كده، او استجر يعني معناها ان حصل شيفت، ان دي بقت جايه هنا كده، حصل شيفت ان الفلويد يمشي كده يبص لقى واحده في السكه في النص هنا كده، خلاص خلاص كده. دي بنسميها زي ما تكون ايه، زي رجل تراب كده، واحده هنا واحده بتتنقل يعني. يبقى احنا عندنا المساله بتاعتنا او انواع الهيت تشينجر عموما هتكون يا اما الاين يا اما استجر بقى، يبقى ترتيب الموصوف بالشكل ده. الفلويد ماشي من هنا بدرجه حراره دي لقيمه لا نهائيه، قيمه يعني الفلويد لسه ما سخنش، ويمشي على الانابيب السخنه دي عشان يطلع من هنا بدرجه حراره ايه؟ اسخن شويه. خلاص وكذلك يدخل من هنا ويخرج من هنا علشان يوصل لدرجه حراره اسخن شويه. خلاص؟ اول صف عدى عليه الفلويد كده بنسميه فيرست رو الاولاني. الفلويد عدى على الصف ده ودخل على الثاني، ده السكند رو، ثيرد رو، ده فيرست رو، سكند رو، ثيرد رو، فورث رو. يبقى ده اسمه عدد الايه؟ الصفوف. صف بالنسبه لمين؟ خلي بالك ده عمود ليك انت. لا ده انت شايفه قدام عينك، ده عمود. هو مش عمود، انا بتكلم عن مائع، المائع شايفه اول صف. المائع شايف ان ده اول صف. المسافه ما بين سنتر التيوب والتيوب في الاتجاه الراس في الاتجاه العمود على الفلو ده بنسميها اس تي. خلي بالك المسافه من بين هنا وهنا اتجاه الاتجاه فلو بنسميها اس ال. طيب ركز قوي في الاس تي والاس ال دي. موست كومن قوي المسافات دي بتبقى زي بعضها. خلاص؟ كومن جدا ان تكون الاثنين زي بعض، بس ممكن تتغير. اكتر الانابيب اسمها دي. اول حاجه في المسائل اللي بالشكل ده انا بقول لك ان هي المساله يا اللاين يا اما استجر. يبقى لابد انك انت تكون فاهم جدا ان هي اللاين يعني ايه استجر، لان انا مش هرسمها لك في الامتحان واقول لك ان هي اللاين ولا استجر. بس كده؟
والفلويد اول ما بيمشي معناها ان هنا الجسم ده سخن، وبالتالي عاوز اجيب الاتش اللي هنا دي اجيبها ازاي يا دكتور؟ نفس القصه بالظبط، عامل لها معادلات، بس المعادلات دي خاصه فقط، على الرغم ان دي تيوب اهي، بس هي خاصه فقط بالتيوب اوف بانك، كده خاصه بالابلكيشن ده. يعني لما اقول لك تيوب اوف بانك ما تروحش تجيبها للسلندر وتشتغل عليها، لا لا، السولوشن مختلف. ليه؟ المفروض ندخل هنا عند درجه حراره، بعد كده بعد ما نطلب منها تسخن بقى درجه حراره مختلفه تاني، وهكذا. فالسيتويشن ما ينفعش تقولها زي انبوبه كده، يعني كنت مشغلها المساله كده. القضيه كلها من المعادلات اللي عارفينها الناس في الليتريتشر او في المراجع بتاعتهم، عارفينها كلها فانكشن داله في الماكسيمم فيلوسيتي. ايه الماكسيمم فيلوسيتي ده؟ الفلويد ده هو ماشي هنا بسرعه، بسرعه ما بسرعه ما، يعني ده كله موجود جوه ضغط كده اهو، جوه ضغط كده، والفلويد ماشي بيه، الفلويد ماشي من هو اول ما يجي عند ما بين المسارتين ده، هما فيها هتلاقي يعمل ايه؟ يتخبط في الماسوره دي ويبدا سرعته تزيد، يعني في الحته ده اهي هتلاقي السرعه كبيره جدا تزيد، لان الحته ضيقت، الماسوره دي ضيقت السكه عليه، فالفلويد يمشي كده، عاوز يقوم رايح كده ويجي كده، كذلك الفلويد كده يقوم ماشي رايح كده، صح ولا لا؟ وبالتالي السرعه في المنطقه دي بتكون ماكسيمم فيلوستي، انا عاوز اجيب الماكسيمم فيلوستي دي، اجيبها ازاي؟ هي دي القضيه. لا قضيه ولا نيل. ليه؟ لان انت لو انت طبقت الكونتينيوتي اللي هو الكونزرفيشن اوف ماس، اللي هو الكتله ام دوت اللي ماشيه هنا هي ام دوت اللي ماشيه على المقطع ده، هو تقدر تجيب السرعه اهو ازاي؟ اللي ماشي هنا عباره عن ايه؟ المساحه دي، المسافه دي كلها اسمها ايه؟ دي اس تي ودي اس تي، وهنا هو اس تي على 2 وهنا اس تي على 2، يعني 3 اس تي اللي هو عدد الانابيب. وبالتالي الماكسيموم فيلوسيتي هنا بتتحسب بهذا القانون. الماكسيموم فيلوسيتي هنا بتتحسب بالقانون ده، دي ماكسيموم ده بتتحسب بالقانون ده، الفي بي اللي هي السرعه بتاع الفلود اللي هنا ده جت ازاي الاس تي دي؟ تعالى نشوفها كده بس عشان نفهمها، خلينا انت هتفهم الحته الثانيه دي. بص الفلود اللي ماشي اهو اس تي، المسافه دي كلها اس تي، حته من هنا لهنا ده اسمها اس تي صح؟ الفلود ماشي من هنا اس تي، وبعد كده دخل هنا اهو تي، بقت اس تي ناقص الحته دي والحته دي، الحته دي زائد الحته دي اسمهم بي. يعني اهو الحته اللي انا معلم عليها ده، اهي الحته اللي انا معلم عليها دي اسمها دي صح كده؟ يبقى الحته اللي فاضيه دي اسمها ايه بقى؟ اس تي ناقص الدي، يبقى اس تي ناقص الدي في الفي ماكسيموم بتساوي في الدي اس في الاس تي، اسمها الاريا في الفي بتساوي الاي في الفي، حطها في الفلويد ميكانكس، وبالتالي تقدر تجيب السرعه في الحته دي اللي هي الفي ماكسيموم، دي اسمها الفي ماكسيموم، الفي ماكسيموم دي هي السرعه في المنطقه اللي انا بقى اللي انا مشغل عليها دلوقتي. وانت بتجيبها ليه؟ لان انا قلت لك المعادلات اللي هي عارفينها لك في القوانين بتاعه القصه دي بتاع الموضوع ده كلها فانكشن في الفي ماكس، فلازم اجيب الفي ماكس. طب هنا يا دكتور، هنا عندنا سيتويشن مختلفه شويه، الفلويد لما بيمشي هنا كده ممكن يحصل الفي ماكس هنا، ممكن تحصل هنا، او لو المواسير ده اهي، لو الصف الثاني ده قريب جدا لهنا، قريب للصفوف دي، هتلاقي ممكن تكون الماكسيمم بلس تحصل هنا، صح ولا لا؟ ممكن البلوس ماكسيم تبقى هنا او تحصل في الحته اللي موجوده عليها العلامه دي، وبالتالي هناك تشيك. لو هناك اثنين اوبشن، الاوبشن الاولاني دي ماكسيم تبقى زي العادي، تبقى هنا اهوت، يبقى القانون بتاعها اهو، القانون بتاع العادي خالص اللي احنا عارفينه الكلام ده، لو الشكل ده اتحط اهو دي ماكسيم تتحسب بالقانون ده، مش كده؟ لو الشرط الثاني ده اللي اتحط. طب انت يا دكتور هنعمل ايه بقى بالموضوع ده؟ هذه القوانين انا مش بختبرك فيها ولا حاجه، وبالتالي انا قلت لك انا بس عاوزك تبقى فاهم ان انا لو اشتغلت بده الالاين لابد انها تبقى تسلك هذا الطريق اللي هو في ماكسيموم واحد، لو افتكر يبقى هناك اثنين ماكسيموم، تحسب الاول الكونديشن وعلى اساس تختار الفي ماكسيموم بتاعتك يعني. هذه القوانين كلها انا هديها لك، مش هخليك تحفظها خلاص كده، بس هتلاقيني كاتبها في الاستجرب والاونلاين، وانت بتوه بقى في الامتحان لو انت بتقدر تفهم يعني ايه استجرب والاونلاين او اونلاين. وبعد ما حسبت الفي ماكسيموم من الدكتور خلاص سهل خالص، انت هتحسب حاجه اسمها رينولد نمبر. رينولد نمبر ده قانونه ايه يا دكتور؟ رو في ماكسيمم على جنون رينولد، انا مثل اي الحاله انا اهو رينولد ده، رينولد اهو، رينولد اهو، رو بتاع الفلويد الفي ماكسيمم اللي انت حسبتها الفي قطر الانبوبه على الميو. بعد ما حسبت انت رينولد ماكسيمم ده هتدخل بقى هنا المساله بتاعتك اونلاين او اونلاين يعني ولا استجرب؟ لا هي اونلاين خلاص جميل. انت حسبت رينولد، شوف الرينولد بتاع الرينج بتاع الرينولد، هو واقع هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ خلي بالك ده ها
من 1000 ل 2 في 10 اس 5 ده واقع هنا بالظبط. ما دام واقع هنا خلاص يبقى انت لابد انك تستعمل هذه المعادله لحساب نفس الكميه. خلاص كده هذه هي المعادله اللي انت لازم تستعملها. طب انا حسبت المعادله دي يا دكتور، هتاخد المعادله دي وتروح تحسب منها مين؟ ده عندك ناصل وده رينولد وده برانتل وده برانتل وبرانتل اس. ايه برانتل وبرانتل اس دي؟ برانتل اللي هو برانتل نمبر اللي احنا عارفينه اللي الناس دي على طول، وبرانتل اس هو برانتل بس عند درجه حراره السطح. يعني الانابيب دي موجوده عند درجه حراره السطح، يعني تدخل الجدول وتجيب برانتل نمبر عند درجه حراره السطح. وزي ما قلت لك دي خواص هي في الجدول، وبالتالي انا هديها لك اصلا لان دي خواص جدول. خلاص لان انا مش هديك الجدول في الانترنت، بس انت تبقى انت عارف بتحسبها ازاي. بس انا عندي مشكله صغيره كده يا شباب، ان هذا الجدول ينطبق على اذا كان عدد الكيوب ان ال اكبر من 16. كان يعني ان ال، يعني شايف انت الرسمه دي كده، ده هما ده اسمها اس ال، دي اول عمود ان ال ده بواحد، ان ال باثنين، ان ال بثلاثه، ان ال باربعه. يعني لو عدد الكيوب في الاتجاه ده اهو 16 فاكثر، هو اللي قايلين كده اهو، هو كده اهو، لو عدد الكيوب في اتجاه السريان اكبر من 16 هذا الكلام ينطبق. ولكن المساله بتاعتي كانت عدد الكيوب اقل من 16، في الحاله دي انا هعمل ايه يا شباب بقى؟ يبقى فيه لخبطه. لا مش لخبطه ولا حاجه، هو قال لك كده اهو، لو كان عدد الكيوب بتاعتك اقل من 16، معلش اقل من 16 هذا اهو، لو ان ال بتاعتك اقل من 16 طب اعمل ايه بقى؟ انت بتجيب في النصل العادي نصل قهوتي، ده النصل اللي هو بتاع ال 16 اللي انت جبته من الجدول اللي فات اللي بعد ما حسبت نصل، هتروح تضرب الفاكتور. هذا الفاكتور بيعتمد على ايه بقى؟ بيعتمد على عدد الكيوب. يعني مثلا كان ان ال بتاعتي 13، فهتجيب الرقم ده، وهي كانت المساله ان لاين، المساله كانت ان لاين، تاخد الرقم ده اهو اللي هو الاف ده، تروح تضربه في النصل اللي انت جبته من الجدول اللي فات، وبالتالي تجيب النصل بتاع ال 13. طب كان ان ال بواحد يا دكتور، عدد الكيوب في اتجاه السريان واحده بس، مفيش مشكله، هات النصل اللي انت جبتها زمان ومراي حاططها هنا اهوت، واخد 7 من 10 دي وضربها في الايه؟ في النصل القديم. بعد ما جبت النصل في الكلام ده هنحسب منها حاجه اسمها الفلويد اوت تمبريتشر. ايه الفلويد اوت تمبريتشر دي؟ الفلويد ده مش داخل بدرجه حراره بارده وداخل على المواصله الساخنه دي فسخن، في اكزيت هنا. في اكزيت دي بتساوي ايه قانونها؟ القانون بتاعها سهل جدا اهو، تي سيرفيس ناقص تي ام ناقص تي سيرفيس اللي هي التي بتاعت الفلويد هتها لك انا، والتي اكزيت ده اللي انا عاوزه، تي اوتبوت دي الاوتبوت تمبريتشر دي انا مش عارفها، خلاص دي اللي انا عاوز اجيبها، والتي اللي موجوده والتي سيرفيس اكسبوننشال ناقص ايه سيرفيس السيرفيس اريا بتاعت الانابيب في الاتش. انا جبت الاتش منين بقى؟ انت جبت ناصر، قلنا ناصر هتساوي الاتش بتدي على كده، وبالتالي تبدا تجيب منها الاتش، وام روت والسي دي مفيش منها المشكله. بس الاريا سيرفيس بقى بتاعتنا عباره عن ايه؟ المساحه الكليه بتاع الانابيب. انا عندي كانابيب كتير جدا، توتال نمبر اوف تيوب الان باي دي ال، عدد الانابيب في المساحه السطحيه بتاع انبوبه واحده، باي دي ال عدد الانابيب. طب عدد الانابيب اللي موجود عندي قد ايه؟ الطول هما ماتريكس، مش هما كام انبوبه في كام انبوبه؟ 1 2 3 4 3 في 3، يعني دول 9. دول بنسموهم ان تي، الاتجاه الراسي ده اسمه ان تي، الاتجاه الافقي دولت ان ال، عدد الانابيب في الاتجاه ال وعدد الانابيب في الاتجاه الفلو وعدد الانابيب في الاتجاه الثاني. ودي الام دوت اللي هي نفس الكلام، الرو في الفي، الفي اللي ياخد بالك السرعه العاديه خالص مش كده؟ ال ان تي في الاس ال في الكلام. القوانين دي جت منين اصلا؟ عدد الانابيب الكليه اللي هو عدد طول في عرض، والام دوت مش ام دوت هي رو في الاي في الفي. وانت عندك الاي هي الموضوع ده الاي، حيث ان ال هي البعد العمودي على المواسير، طب كده اللي هي عباره عن اس تي المسافه، في ان تي عدد الانابيب في ال. القانون دي زي ما قلت لك انا هديها لك، بس في بعض القانون مش لازم انا اديها لك، لازم اديك الاريا سيرفيس بكام، ولا اديك عدد الانابيب الكلي. هقول لك هم 3 في 3 او 10 في 10 انابيب، وبالتالي انت تقدر تجيب منها العدد الكلي والكلام. انما الماس والريت والقانون اللي ممكن تلخبطك اللي هي بالشكل ده كده، انا هديها لك في الامتحان عشان ما تعبتش، عشان ما تعبتش، عشان هي اصلا معادلات ممكن تكون سهل ان هي تكون موجوده اصلا، تقدر تستخدمها في اي وقت، تجيبها من اي مرجع.
وبالتالي تقدر تجيب بعد ما جبت الكيو تقدر تحسب بعد ما جبت الكي اكزيت الكي اوت بهاء تعوض في القانون ده تجيب الفاكتور اسمه دلتا تي لوغاريتمك لوغاريتمك مين تمبريتشر ديفرنس وتعوض هنا في القانون ده تجيب منها كميه الحراره دي. خلاص تعال نشوف مساله علشان تفهم الموضوع. بيقول لك ايه؟ ركز كده معايا عشان هديك دي ومش هديك الرسمه دي. هديك ده ومش هديك الرسمه دي. بيقول لك ايه؟ In an industrial facility, air is to be preheated before entering the furnace, a furnace by geothermal water at 120 درجه سلوية. من عندنا ميه ماشيه جيوثيرمال جايه من بطن الارض موجوده عند درجه حراره 120 درجه سلوية. Flowing through tubes of a fuel bank. بيمر خلال اناديل of tube bank. Tube bank يعني تشوف tube bank دي يبقى انت عارف ان هي المسافه بتاعت الايه؟ المواسير المترتبه بالشكل ده. Located in a bucket. موجودين في ضغط، الاناديل دي موجوده في ضغط، يعني في ضغط كده فلويد ضغط كده هنا من هنا لهنا الفلويد ماشي عليها بس اللي ماشي جوه ده ميه سخنه جايه من باطن الارض. اير انتر ذا دكت على 20، يعني الهواء داخل عند 20 وبالسرعه الفلانيه ده اهي ودايركشن نورمال على الاناديل، يعني الدايركشن بتاع الفلويد ده عمود على الاناديل. خد بالك لو الدايركشن بتاع الفلويد ده مش عمود على الاناديل وماشي في الاتجاه ده السيتويشن هتختلف والمعادلات هتبقى نفس النسق بس هتتضرب في فاكتور تاني. الفاكتور الثاني ده انا ما اتكلمتش عنه بس هو موجود في بعض المناطق. بس كده؟ وبقول لك ايه؟ اذا كان قطر الانابيب ذا اوتر ديامتر اوف ذا تيوب از 1.5 سم، يعني التيوب ده اهي التيوبايه الواحده من دولت 1.5 سم، القطر الخارجي بتاعها 1.5 سم. خلاص؟ ارينجد ان لاين، يعني هم مترتبين ورا بعض ان لاين بشكل ده كده. ويز ا لينجتيودنال اند ترانسفير بيتشز. longitudinal and transverse beaches يعني المسافه اللي ما بين الاتجاه الطولي والاتجاه العرضي ده longitudinal ده الاتجاه الطولي ده اسمه اس ال والترانسفيرس اللي هو الاتجاه العرضي اللي هو ده اس تي ده اسمه اس تي ده اس ال وجابوا لك الاس تي والاس ال كام سم هو اللي جايبها لك كده. There are six rows في ست عن ست ست rows انا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ست دول ست rows in the flow direction في الاتجاه الفلو اتجاه الفلو في 6 رو ده 1 2 3 4 5 6 هو ده رقم 6 بتاعنا كده 6 رو with 10 tubes in each row فيها 10 اناديل في كل رو ماشي as shown in figure ده زي ما هو موضح في الفيديو احسب الهيت ترانسفير ريت بير يونت لينس اذا كان طول الانبوبه دي 1 متر احسب الهيت ترانسفير and the pressure drop ده انا لغينا عليكم من المقاطع خلاص البريشر دروب ده ليه برضه معادلات بس مش هنلبسها نحسبها ازاي يا دكتور بقى؟ حلو هسألك سؤال الفكره كلها ده اكسترنال فلو عاوز اجيب الاتش اللي بره احنا اتفقنا اي اكسترنال فلو اجيب درجه حراره السطح والفلويد واجيبهم واجيب الافرج بتاعهم واجيب حوص المياه انا اصلا هديك حوص المياه دي خلاص كان خطوة مسائل بتاع ديت احسب الفي ماكسيموم ده اللاين مفيش الا في ماكسيموم واحدة بعد ما حسبت الفي ماكسيموم يا دكتور اس تي على اس تي ناقص دي في الفي حسبت الفي ماكسيموم تروح تحسب رينولد بتاعنا المعادلة بتاعت الفي ماكسيموم بعد ما حسبت رينولد طلعت رينولد ده دي فوق لما جبت رينولد ده دخلت تيبل اهو ده اللاين ورينولد 5000 وشوية بجيبها منين اهو شوف كده اللاين و5000 وشويه يعني ما بين هنا في الرينج ده يبقى المعادله ده اللي احنا هنستعملها. المعادله اللي استعملناها اللي انا شاورت عليها. وبالتالي احنا قدرنا نجيب المعادله دي جبنا المعادله دي عوضت فيها جبت الناصر طب اجيب منها الناصر تعمل ايه بقى؟ خلي بالك عدد الاناديل في الاتجاه السطحي بتاع ده كام؟ من 16 لو هم على 6 بس يبقى لازم اعمل ايه؟ ادخل الجدول تاني الجدول اللي هو ده لما كان 6 ستة دي ما بين السبعة والكام؟ ستة دي ما بين السبعة والكام يا شباب انتوا موجودين؟ والخمسة جميل ستة دي ما بين السبعة والخمسة يبقى انا اقدر اجيب الفاكتور اللي ما بينهم ده وايه اللاين يبقى انا اجمع دي الوقت زائد دي على اثنين واجيب الفاكتور اللي ما بينهم واروح اضربه في نص اللي انا حسبته او انا جايب نص بتاع الالمين بتاع الستة يبقى هو ولكن ان ال كانت الام ال اقل من مين ده اقدم من 16 اللي موجوده في الدرجه اقدم من 16 بس ام اول تيست كانت ام ال ب 6 وبالتالي هي موجوده في الكريتشن فاكتور جبت الكريتشن فاكتور ورحت ضربت في الناس اللي كنت حسبته
اجيب الناصر في الخطوط اللي المفروض تبقى. بعد ما جبت الناصر جبت منه الاكس ده خلاص، جبت منه حرف زي السيكونس صح. لازم اجيب التي اوبجكت درجه حرف الكروت بالمعادله اللي انا كنت برجع فيها لك وقلت لك اللي هي فيها اكسبوننشال. اتعوض المعادله هتجيب التي اوبجكت، هتجيب الكروت انه يتحرك بشكل مش مشكله خالص، الموضوع سهل جدا. بس السيرفس اريا هي عباره عن ايه؟ صح، في الحاله بتاعت الكمبيوتر شفت كل الانابيب دي تحت انبوبه عدد الانابيب، عدد الانابيب 6 و10 كده. والام دوت القانون بتاعها يبقى انت هتعوض الام دوت الاريا سيرفس تجيبهم عشان تعوض القانون ده، جبت في اكزيت تعوض القانون ده عادي اللي انت جايب منها كتير، يبقى ده منها الثلث الشكل ده. حد عنده اي مشكله يا شباب؟ موجودين يا شباب ولا مش موجودين؟ تمام يا دكتور. طيب معلش اللي فاهم كده يرفع ايده لو سمحت. احمد زاهر، طيب ماشي يا شباب يلا بالتوفيق. حد عنده اي اسئله ولا حاجه؟ انا دكتور ايوه كان الدكتور علي قال الجروبات 1 و2 هم